صباح لبنان مشاهدينا، من جديد نحن وياكم منتابع معكم بفقراتنا وبرنامجنا لليوم، مواضيع عديدة ما زالت بانتظاركم. موعدنا عم بيرجع بيتجدد من جديد ضمن فقرة سانتي بعد لحظات. المعالج والطبيب النفسي دكتور باسكال رعد بينضم لنا من جديد لنحن وياكم نتعرف على موضوع جديد بحلقتنا. دكتور باسكال صباح الخير. اهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. اليوم رح نحكي عن الطموح والاندفاع وتحديدا اين يصبح الامر خطير، هذا حسب موضوع اللي حضرت لنا اياه لليوم. بدايه بدي منك تعريف صغير عن الطموح والاندفاع، وفي فرق بيناتهم ولا لا؟ في 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 بعد تشعب اكثر بكثير اذا بدك نفوت فيها. الاندفاع هو إذا بدك شعور عند الإنسان إنه بده يقدم على قصص حتى لو ما كان حاطط أهداف قدامه. أوكي. الطموح هو إنسان بده يحقق قصص وبيحط له هدف وبيمشي عليها بإصرار مطلق، وقت يوصل له بيرجع بيحط هدف تاني وبينطلق لشيء من بعده بشكل لا متناهي. لهيك بتلاحظ إنه العالم بتقدره دغري وبتقلك إنه شو طموح الإنسان، ما عم يوقف، أخذ أول شهادة والتاني والتالتي وعمل اثنين وما عم يوقف، وفيها تقدير اجتماعي كتير قوي. هلأ أكيد مع الطموح بيجي الغرور، بيجي الجشع، بيجي تطمع، في كتير عناصر بتجتمع مع العادات الطموح. العادات الشرقية بتدخل بالدق، بالعادات الغربية طموح مقدس، يعني قد ما يطمح الإنسان قد ما يعلى ماديا اجتماعيا أكاديميا بقدروها. بالعادات الشرقية بيروحوا أكتر باتجاه إذا بدك الإنسان اللي ما بيظهر كتير قوته، اللي بيكون إذا بدك شوي عنده تواضع أكتر. هلا عم تفوت علينا العادات الغربية أكيد، وعم نصير بالنسبة لنا الطموح عنا والطموح لأولادنا شيء كتير كبير، وأكيد هيدا عم يحط عبء كتير علينا. بكل أحوال الإنسان ما في عيش بلا طموح دكتور، يعني اليوم كل بعتقد كل الناس يعني بنسمع دائما إنه الطموح اللي معنه طموح عم بيموت، يعني عم بيموت هو وعيش، ولكن هذا الطموح أي متى بيصير خطير مثل ما عم تقول؟ يعني اليوم كلنا بنطمح، يعني ما حدا منا ما بيطمح إنه يكون عنده سيارة أفضل وبيت أفضل وشغل أفضل وشكل أفضل، وبركي إذا بده يتجوز يكون المرأة الأفضل، أو إذا بدها تتجوز يكون عندها الرجل الأفضل. كلنا بنطمح للأفضل، مثاليات بدي أقول يعني شيء بيعيش فينا. صح. كلنا بدنا الأشياء الأفضل. ليك الخطر بيروح باتجاهين، أول اتجاه ما تعود مكتفي بشيء مثل ما قلت، حتى الشريك أوقات ما بيكفيك شيء، وهيدي مشكلة من الطموح. تاني مشكلة هي تلحق الطموح تبعك بشراسة مطلقة بشكل تأذي حولك وتأذي حالك وصحتك بالدق تتوصل لشيء انت طمح له من زمان وما عم تقدر توقف. وهيدي الشغلة اللي عم نلاحظها وقت الإنسان ما ينتبه انه طموح عم يتحول لمرض عنده. تمام. عم يصير يقتله. هلأ كيف عدم الاكتفاء؟ تعرف انت الطموح هو بتحط هدف معين وتمشي عليه. طب اذا انت الحياة عكستك والعمل اللي فت فيه مش انت كنت مقرر رح يكون هيك، فيك تكون طمحت له وصلت له بس طلع اقل بكثير من التوقعات. صحيح. هيدا بده يخلق صدمه نفسيه وبده يخلق شعور بعدم الاكتفاء. اول شيء بدك تصير تخردق بالشغل تبعك بدل ما تنبسط فيه، بدك تصير تنبش على شغل تاني، وبدك تصير تاذي اذا حدا عم يجرب يحكيك ايجابيا انه القصص ايه بدها تزبط، بتصير تكرهه، بتصير تعتبر انه هيدا انسان عم يدعيك للاكتفاء. وزاد شيء اذا كان شريك حياه، اذا حدا عم يجي يقول لك انه انت بالنسبه لك هيدا كثير منيح. مين شو يعني كتير منيح؟ يعني أنا ما في استحق حدا أكتر أفضل، أنا ما في حصل حدا أكتر، وهيدي كلمة كتير خطرة كأنه. صحيح. أنت عم تعمل تجارة بالدق. صحيح. وأكيد السعر الأعلى هو أفضل، وهون المشكلة أنه ما بتعود مكتفي بأي شغلة. تمام. طب دكتور كيف منعرف يعني بعتقد هو الفرق بعتقد بيكون صغير كتير بين الطموح المشروع والطموح الخطير، يعني اليوم نحن كيف نعرف أنه فتنا بمرحلة الطموح الخطير اللي معقول يبلش يأثر سلبا على حياتنا؟ في عنا ثلاث عناصر، هودي عناصر شخصية بتكون موجودة عند الإنسان. أوكي. يلي فات بدائرة الخطر. أول وحدة شعور ضد اجتماعي، بيصير بده يخرق القانون تيقدر يوصل. أوكي. هيدي كتير خطرة، لأنه بالنسبة لإله بيصير يصغر الخطر ويكبر الأفانتاج، بيكبر النتيجة، بيصير ما علي إذا عملت هيك ما زال الربح كبير. وهون ما بيعود ياخذ بالاعتبار شو عم بيصير قدامه. نعم. بيصير يتجاوز القوانين. تاني مشكله هي النرجسيه، اللي هي استغلال الاخرين تتوصل، وشعور انه انت اعلى من غيرك وانت انسان ايبر فهمان، وخاصه اذا كنت عم توصل لنجاح ورا نجاح بتصير تكبر الخرسه براسك، بتصير تعتقد انه انا في استهلك الكل واستعمل السيستم كله لمصلحتي. ثالث وحده اللي هي اذا بدك الماكيافيليزم، الشعور الماكيافيلي، اللي هي اخفاء الاهداف بطريقه ذكيه
اوصل لغايتي، وهيدي بتصير تعتمدها كانها سياسه حياتية. هذه طريقة مشروعة، يعني اليوم الناس اللي مش ضروري نعلن كل أهدافنا للكل، لا، إنه اليوم أنا في بدي أروح أقول لكل الناس أنا بدي أعمل واحد اثنين ثلاثة. لهيك قلت من شوي إنه الخيط رفيع. الخيط رفيع. إذا جمعت ماكيافيليزم مع الطبيعة النرجسية مع خرق للقوانين حطيت لهم شوية عدم اكتفاء، بعتقد إنه الخلطة جاهزة. الغلطة صارت، الخلطة والغلطة موجودة تقدحها وتفجر فيك الإمبلي. تماما. دكتور، مين هن الناس اللي أكثر عرضة؟ يعني اليوم في شخصيات بالمجتمع، في تكوين شخصية، كل حدا عنده شخصية مختلفة عن الآخر، مين هن الشخصيات الأكثر عرضة ليفوتوا بالطموح الخطير؟ أولا إذا كنت جاي من عائلة ميسورة أو في ضغوطات عليك عائلية واجتماعية عالية. سو إذا جيت أنت وعندك هالقدر الكبير إنه العيلة عاملة والبي أصلاً بلش من فوق، يعني بلش من فوق ومعك كمية فلوس عالية، هيدي بتأثر عليك، تدفعك تطمح زيادة، بصير تفتح مشاريع وأشغال وهيك، وأكيد هيدا معقول يغرقك أكثر إذا ما كنت منتبه. دونك هيدا أول الخطر اللي هو الموقع الاجتماعي اللي أنت منطلق منه. ثانياً إذا كان عندك، وهيدي نقطة بدنا نحكي عنها يمكن استبقنا شوي، إذا كان عندك جاذبية شخصية قوية. دونك الإنسان اللي عنده جاذبية بالصوت والتصرف، بيعرف كيف يحكي مع المجتمع، عنده هالحضور، بيصير يحس انه طموحه اعلى، خاصه اذا العالم عم تزقف له، بيصير لا اراديا بده يكبر اكثر، وبتصير العالم توقعه، ليه ما بتعمل هيك، ليه انت مكتفي هون، اترك روح افتح حسابك، انت قبضاي بتعملها، بيروح بيفتح حسابه وبياكل ضربه. دونك هيدا كله بيوصلك اذا ما انتبهت تدريجيا للفشل. بس الفشل هو اذا بدك نقطه كثير مهمه واهم عنصر تتعرف تطمح طريقه صحيحه. نعم، يعني ما بيوقع ما بيعرف يكمل بكل احوال مسيرته. خليني دكتور هون قبل ما اروح لموضوع الفشل وقديش في احتمال نوصل للفشل او لا، بدي اسال، يعني اليوم في ناس بتطمح، يعني كل هالصفات اللي عندها هون، عندهم مصاري، عندهم قوه جاذبيه شخصيه بتعطيهم اياها الطبيعه او بيكتسبوها عبر الحياه، ولكن بيوصل، يعني بتشوف ناس ميسورين ماديا صاروا ميسورين أكثر وجمعوا على الثروة، ثروة تانية وعيشوا حياتهم بطريقة بين هلالين، على الأقل نحن بنشوفه، يعني ميسورين ميسورين عم تحكي عن مادة وعم بيحققوا أحلامهم، يعني بتشوفوا عباله يفتح تجارة معينة، فتح تجارة معينة، عباله بركة بيت معين، يعني كل الأحلام اللي بتشوفها أو الأهداف اللي نحن بنشوفها من برا، ما بنعرف بالنهاية كل حدا داخليا شو بده، شو هو هدفه الأساسي، بتلاقيه عم يكمل حياته بطريقة طبيعية، هو عنده هذا الطموح اللي حضرتك عم تسميه خطير. نحن الطموح منه خطير بحد ذاته، هو الطموح هو واحد من الفضائل اللي عند الإنسان تيقدر يتطور. ما فينا بأي طريقة إنسان عم يحقق حاله وينمي عيلته، لا بليز وقف لأنه في طموح خطير، وقف تواضع، وقف شغلك وارتاح وعاد بمنطقة صغيرة بالحياة. نحن نحكي عنه هو الإنسان اللي بيصير يحط الطموح تبعه وإنجاز القصص اللي بده يعملها أعلى من الأولويات الأخرى، اللي هي فيها تكون عائلته، فيها تكون صحته. وهون الشغله هي الواحد ما بينتبه لها. اذا بدك في نوع من القصص بتصير واضحه عند الانسان بده ينتبه لها مع الوقت تيشوف اذا هو صارت عم تاثر عليه غلط العمليه ولا لا. كيف بتبين؟ اولا اذا صار بالنسبه له العمل عم يدخل على جميع نطاق حياته بالنسبه له او لا لها، لانه هذا الشيء بينطبق على اثنين، صح؟ اذا كان مره او رجال عم بيسافر عم ياخذ شغله معه باي فرصه موجوده، ما عم يعرف يفصل بطريقه محدده. بالنسبة له في هوس انه ما اخسر بولا طريقة، ممنوع، في بروجي بدي خلصه، ما في اعتذر انه انا مش قادر له، هي مش واردة بنظام الطموح تبعه. بسهولة بيقدر يسهر كل الليل، نام ساعتين ويقوم سوبر نشيط، ما عنده اي مشكلة، وهي اكيد بتأثر على الصحة بشكل كثير قوي. ثانيا ما في حسابات لامور ثانية، ما بيلقط بيقعد مع حدا ثاني بيعمل بلان، بيقدر يقطع سنتين ثلاثة مش اخذ فرصة. وبيقول انه هيدا طبيعه عملي ومفتخر فيها، انه انا الحمد لله الشغل اكلني. بس هيدي اكيد مع الوقت بدك تدفع حقها، في سعر بده يبين، وخاصه انه بتصير الاولويات. يعني اذا اجى شريكك قال لك انا ما في يكمل هيك، قال له انا ما في اعمل شيء، دبر حالك، ما عندي مشكله، دبر حالك، انا هيدا سيستم ما في اطلع منه. وانا مقتنع هيك، يعني خلص الاولويه صارت انت وطموحك اهم بكثير، خاصه انه مساله الطموح ما بتخلص. الانسان اللي بيوصل لشغله وبيوقف بده اكثر، هي بسموها اذا بدك اسبيريشن. اسبيريشن يعني حطيت نوع من الهدفيه ومشيت عليها، بس هيدي منها طموح، هيدي هدفيه.
الطموح هو كل ما توصل بدك تخلص، بدك تعطي دعس البنزين أعلى. واللي هي بتبطل بتعرف توقف. الهدف معين. هو الأسلوب اللي بيوصلك للطموح، يعني الهدف بتحط هدف لحتى توصل لطموحك، لطموحك الأكبر. دكتور، الصورة اللي عم تحكي عنها أنه الإنسان اللي بيشتغل وبيشتغل كثير وبينكب على الشغل بمجتمعنا اللبناني، مجتمعنا العربي بشكل عام، أنه وخاصة للرجل، أنه الرجل اللي بيشتغل ومنفجر للنجر، وهذا حدا بيضحي، وهذا عنده حدا عنده طموح، وهذا حدا صفته هذا حدا كتير مميز بالمجتمع. أنت اليوم عم تقول لا، هذا حدا عم بيأثر سلبا على عائلته، على علاقته بيه، بشريكته، بنفس الوقت على تربية أولاده يمكن، وعلى حياته الاجتماعية. فسر لنا أكثر هذه النقطة. يعني بدي أعطيك مثل صغير، ما عم نحكي عن العالم يلي عم يشتغلوا شغلتين ثلاثة تيعيشوا عائلتهم على الأرض. هودي ما في، هو منو ما عم نحسبهم، لأنه هودي عالم، هودي مضطرين، مضطرين. نحن عم نحكي الإنسان يلي ساكن ببيت سعره 300,000، قرر يبيع يجيب بيت 700، مع انه ما حدا مضطره، والقرار بياخده بيكون الرأي بالبيت انه شو عم تعمل، ليه هالتوسع بهالسرعه؟ بيقول له هيدا اسيت، هيدا شيء ثابت، معقول تحاربيني وانا عم كبر ركيزه العائله؟ طب بس بقى تنحط 700، يعني انت ما بقى فيك ترجع على البيت، ما فيك ترجع على البيت، اولادك ما عم تعرف شو عم بصير فيهم، وتفاصيل اخرى كثيره عم تنفقد. دونك هون بيصير الطموح جامح، وبتصير انت ما عم تقدر شو عم بيصير معك، وبتصير ما عندك حسابات اخرى غير انه انا كبر وكبر وكبر كل الوقت. بدك تتعب، وفي خطر تفشل اكثر. يمكن لو خليت طموحك على 80 بدل ماشي 80، كبرها 100 110، بتصفر اذا هبطت، معقول ترجع للصفر لانه ما انتبهت انه ما فيك تلحق مثلا. وهون الذكاء، الاشخاص اللي ملاقيين وصار لهم 20 و30 سنه بذات المهنه بذات القوه، بيقول لك كان فيي وسع وما عملتها، لانه عرفت اذا بدي وسع بدي ضيع القيمه، عمل ثبات معين، ثباتيه معينه، بدي ضيع القيمه تبعي. دونك بدل ما افشل، لانه الفشل هو شيء بخوف عند الانسان، وطعمته كثير مر اوقات. 100%. دكتور، بموضوع الفشل تحديدا، بنقرا دراسات عن ناس نجحوا بحياتهم وعملوا ثروات، اذا يعني ما بعرف، هون كثير عم نقارن النجاح بالثروه، او عم نخلي الثروه تكون عنصر للنجاح، بحين في كثير ناس بتنجح وما عندها ثروه. بعتقد الثروه والنجاح ما كثير لهم علاقه ببعضهم، ولكن بمفهومنا نحن اليوم انه نجح وعمل ثروه كبيره وعمل شغل كثير مرتب وعاش حياته بطريقه جدا مريحه، اذا بنرجع شوي للماضي تبعهم بنشوف فشل او بالاحرى بنشوف تواضع كبير كانوا عم بيعيشوه بعيالهم مع اهلهم، بنشوف كان في فقر، كان في قله، بنشوف كان في وجع بطفولة معينة، وعملوا العكس صحيح. قديش هذا الشيء صحيح؟ لك أكيد الوجع اللي بتعيشه بعمر صغير بيقدر أثر عليه كتير بعمر أكبر تتوصل. كلمة طموح هي جاية من كلمة لاتينية اسمها أمبيسيو. أمبيسيو يعني تجمع أصوات حتى العالم تنتخبك، يعني كلمة كلمة لاتينية لها علاقة بالانتخاب. كأنه الطموح عند الإنسان أنه كل العالم تزقف له. تمام. هلا نحن صرنا هلا سوبر ماديين، هذه حاجه عند الانسان العالم تزقف له او تحبه، يعني سوبر ماديين لدرجه انه صار الطموح هو انه انت تجمع مصاري العالم تقدرك ماديا. بس في طموح ثاني ما له علاقه بالماده، انت تجيب شهادات وتصير مدير بجامعه معينه وعندك دراسات عليا وعم زقفوا لك العالم، فيكون معاشك كثير صغير ويكون طموحك كثير كبير، بس مش دائما طموح مادي. لهيك الواحد بده ينتبه انه كل انسان فيكون عنده طموح، فيكون طموحك ترسم رسمه ما حدا رسمها وتقعد عليها 10 سنين وترسمها، صحيح، وتطلع الرسمه والعالم كلها تزقف لك وما يكون لها قيمه ماديه. لهيك ما لازم الانسان يحط الهوس براسه انه الطموح هو قال انا طلعت مصاري بهالكميه والعالم شفتها. العالم شفتها، ما عندك مثل ما قلنا في انتخاب بدك امبيسيو ينتخبوك، دونك سفراج. دونك هيدي مهمه، انه كمان الطموح بده يكون بالدائره الضيقه تبعك. إذا عائلتك صغيرة مقدرتك فيك تكتفي أنت، وهيدا بالنسبة لك فيكون بثروة كتير ضئيلة. وهون الفكرة أنه مش دايما أنا بدي أرضي الشعوب، مش الشعب، الشعوب. في عندي بيكون أوساط كبيرة بدي أمشي فيها، وكلها هيدي تدفعك تجاه الإنتاج المادي الشرس. اللي مثل ما قلنا بيوصل أنه بدك تخرق القانون، ما بدك تعبر غيرك تستغله، وبدك تخفي اهدافك، يعني الخبصنه بدها تصير لعبه، ومعقول تخوزق بزملائك حتى توصل، وبعدين بينتبهوا شو طموح وصل. بس بيكون معز شي خمسه بذات الوقت، وهذا موجود وين ما كان بكل الاحوال. دكتور، بما انك عم تحكي عن ارضاء الشعوب او ارضاء الناس، في نظريه اليوم بتقول انه نحن كل شيء بنعمله بالحياه هو لنبين انه نحن مهمين، ونحن بنحب نبين مهمين لحتى الناس يحبونا. يعني نحن بنحب نلبس حلو
لانه الناس بيشوفوا شكلنا حلو بالتالي بحبونا اكثر، سياره حلوه الناس بتحبنا اكثر، مصاري اكثر الناس بتحبنا اكثر. يعني دائما نحن بنقرب من عناصر القوه، وهون النظريه بتمتد وبتقول انه بنقرب من الله اكثر، لانه الله هو يعني مصدر قوه بالنسبه لنا كلنا، خاصه لما بطل عندك ولا اي سلاح ارضي او معك بين ايديك، انه ما في الا الله، يعني بتصير تلتجئ الى الله لانه كمان هو عنصر من عناصر القوه اللي بتمدنا بالقوه. بالتالي كل حياتنا هي نوع من سيركل عم بيبرم، حبونا. في فيلسوف كثير مشهور ذكر انه الانسان طموحه بالحياه، طموحه لانه عم نحكي عن طموح، هو يخلي العالم تحب شو بيحب هو وتكره شو هو بيكره. وهيدي اذا بدك نظريه كثير قويه تتفرج ان احنا كيف عم نتصرف. كثير اوقات كل طموحنا هي انه مقابلنا يحب شو نحن عم نعمل، لو انت عم تغلط بده يحب شو عم تعمل. لهيك اوقات كثير اذا كنت بمرحله غلط بتروح تنبش عالم بيشبهوك تيرضوك ويزقفوا لك انه اللي عم تعمله هو شيء كثير انجاز، انت بتكون فايت وغرقان وعارف انه هذا الشيء غلط بس بدك حدا يزقف لك على الغلط اللي عم تقوم فيه. لهيك اوقات وقت يكون شريك حياتك عم ينتقدك بتزحطه من الفورمولا وبتجيب شريك ثاني بيشبهك انه يقول لك انه انت عم تعمل انجاز. وفي كثير اوقات بيقول لك انه انا عم بخرق زواجي او علاقتي لانه الشخص الثاني عم يقدر يقدرني، عم يطلع فيه يشوفني انه انا عملت شيء كثير مهم، مش عم يجي يقول لي انه ولا بدها هالقد شو هالانجاز عادي. هيدي هي فكره الطموح. في عالم بيعتبر يجيب ولد ويربيه هذا طموح وانجاز، بيجي شريك حياته بيقول له انه بدها هالقد، ما امي ربت خمسه قبلك على ايد وحده، بصير دغري المقارنه. وهون بنوصل للمقارنه بالطموح. اذا ما قارنت بحدا ما فيك تطمح. لهيك في كثير عالم بيتمثلوا بقصص تيقدروا يوصلوا لها، بيقول لك انه بهالعمر هيدا الشخص عمل هالقد، انا ليك وين بعدني، وهيدا ما كان عنده الامكانيات تبعي، شو انا ضعيف، شو يعني انا دائما بيقارن نفسه بحدا ثاني لحتى يقدر يكمل طموحه او يوصل بطموحه. حلو هو اللي يقارن حاله، مش حدا يجبرك تقارن، مش حدا يجبرك تقارن، يجي يقول لك انت مثل خيك ليك شو عمل بهالعمر، انت منك لحالك بدها تيجي منك، وهيدي بتحط دافع عندك تنطلق اسرع. دكتور بموضوع الطموح، بعتقد في بعض الامراض النفسيه اللي ظهرت من بسبب الطموح، بعتقد في فيلم سينما انعمل عن الموضوع، الزلم الختيار اللي بيركض ورا طموحه اللي هو انه يبني هيدي الطياره، والطياره اللي بدها تطير وبضل عايش بطموحه او حلمه، وهذا الطموح بيقتله، يعني بيروح لاشياء خطيره لحتى الطموح يقتله. في تسميه للمرض النفسي انت يمكن بتفيدنا اكثر بهذا الاطار، قديش خطير انه الانسان يوصل لعمر معين وعنده طموح، يعني هو مخترع بدي اخترع شيء معين، بدي اخترع طياره، بدي اخترع سياره وبالقوه، يعني هو يكون بالفعل ما عندك امكانيات، ما عندك الاشياء اللي بتخليك تخترع، ولكن انت بينك وبين نفسك انا مخترع وهذا طموحي. ليك المبدا تبع الطموح اللي بيؤدي لمرض نفسي هو له علاقه بالتوقعات عند الانسان، هو قد ايه بيحط مستوى بده يوصل له، اوقات في يكون مستوى وهمي او شيء كثير كبير ويشتغل عليه. هلا المشكله وين؟ انه في كمان نظريات بتقول انه الانسان بيسوى قد ما طموحه بيسوى. اذا طموحك صغير، اذا الولد علمته طموحه يكون كثير صغير هالقد، عم تعطيه قيمه صغيره، واذا عليت له طموحه عم تكبر له قيمته. طب الانسان يلي ما بيطمح انه بده يعمل شغله كبيره، وهون مش بس طموح، صرنا عم نحط هدفيه اسبيريشن، صحيح، هيدي شيء بيعزز لك قدراتك تقدر توصل محل غيرك ما وصل. ما فيك تيجي تقول له انسان ليك قبل بوقت في خطر انت تقشط بلا ما تعملها، معقول توصل للاكتئاب. بس بده يكون محضر اوقات انه في لها توابع وخيمه اذا انت وصلت محل وتبين انه البيدر حسابات البيدر غير حسابات الحقله. لهيك نحن بنعتبر انه مفروض الانسان ياكل كم ضربه تيعرف حدوده قد ايه. اذا ما اكل ضربات ليتحجم شوي يعني كمان. هلا اذا بدك تقدم سي في بشركة مرتبه، اذا ما لقوا انه انت مقلع بمحلات وشرك صغيره وما مشى حالها، ما بيتكلوا عليك، بيقولوا هيدا مش مجرب، بدك تاكل وتفشل وبعدين يعطوك قيمه اعلى. سو اللوزر هو الانسان، هو نيفر لوست، مش اللوزر يلي خسران وطلع منه. هيدي مهمه بنظريات التوقع. كل فشل بيعلمنا شيء جديد بحياتنا لحتى ننطلق من خلاله لطموح ايضا جديد، على امل كلنا طموحاتنا تكون كبيره واهدافنا ايضا تكون كبيره ونعرف نحققها بالطرق الإيجابية وباعتدال، وما نخلي الطموح يخدنا من بيئتنا ومجتمعنا وعيالنا. دكتور باسكال رعد المعالج والاختصاصي النفسي، أهلا وسهلا فيك بصباح لبنان، إلى الأسبوع المقبل وموضوع جديد. شكرا لك.